مشاهدينا، وللحديث عن دلالات إلغاء الحكومة قرار التدقيق الأمني المتخذ ضد النازحين وإمكانية توجهها إلى حل الملف بالكامل، معنا من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حييكم وحيي مشاهديكم الكرام. حياكم الله. كيف تقيمون كحقوقيين وعاملين في مجال حقوق الإنسان قرار الحكومة الحالي إلغاء التدقيق الأمني ضد النازحين في العراق؟ لماذا تأخر هذا القرار وهو بهذه الأهمية؟ يعني كما تفضلت هو قرار مهم، ولكن في ظل الحكومات والتي عهدنا منها أنها كلها تسير على نفس النهج، فإننا لن نرى في الأفق أن هناك تطبيق فعلي لهذا القرار، خاصة وأن الميليشيات أصلا هي قد سيطرت على المناطق التي يسكنها النازحون، وقد مارست ضد النازحين أقصى أنواع العقوبات، من إرهاب، من التدقيق الأمني الذي أدى إلى اختطاف العديد من الأبرياء وإخفائهم، إضافة إلى زجهم في السجون وترك عوائلهم دون أي معيل. الكثير الكثير الحقيقة من المشاكل، ولا في الحقيقة يوجد هناك أي ثقة ممكن أن يعني نعول عليها بأن تقوم الحكومة بفعلا بإلغاء التدقيق الأمني لأجل مصلحة النازحين، بل هو مجرد دعاية تقوم بها هذه الحكومة التي أساسها هو الميليشيات. فكيف يمكن لنا أن نتوقع من هذه الميليشيات التي مارست أبشع أنواع العقاب ضد النازحين، ويعني وصلت إلى يعني حدود من التعذيب التي لا يمكن حصرها في هذا اللقاء البسيط، ولذلك لا يمكن أن نعول على مثل هذا القرار، بل هو مجرد لذر الرماد في العيون من أجل أن تبين هذه الحكومة كما مارست نفس الدور الحكومات التي سبقتها أنها تسعى لمصلحة النازحين، وأنها تسعى إلى إرجاع النازحين كما فعل الكاظمي قبلهم، إذا أردنا أن نذكر وكيف قام بإعادة النازحين قسريا إلى مناطقهم، بالرغم من أن هذه المناطق لا تمتلك أبسط مقومات العيش الكريم أو الأمان. طيب، هنا السلطات تعتبر أن هذا القرار يأتي في اتجاه حل حالة أزمة النزوح في العراق. السؤال هنا، هل تمتلك السلطات القدرة على إنهاء هذا الملف وإعادة الحقوق للنازحين وإرجاعهم إلى مناطقهم؟ لا، بالتأكيد الحكومة ليست لديها أي قرار وأي سلطة في اتجاه حل هذه المسألة. القرار الأول والأخير هو بيد الميليشيات والتي تأتمر بإمرة إيران كما هو معروف، وكيف أن إيران أصدرت قرارها بأن بعض المناطق لا يمكن أن يعود إليها سكانها الأصليون، ولذلك كما قلت فهي مجرد ذر للرماد في العيون، وليست هي فعلا قرارات حقيقية وقرارات وطنية يمكن أن يعول عليها أي من أي عراقي، ويعني يعرف جيدا أن نهج الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق هي ضد المواطن العراقي والنازح، خاصة الآن الذي يعاني الأمرين والذي يعاني شظف العيش والحرمان من أبسط مقومات الحياة الأساسية. فكيف يمكن لنا أن نتصور أن هذه الحكومة تسعى إلى مصلحة هؤلاء النازحين وتريد أن تعيدهم أو تمتلك حتى الإرادة في إعادتهم؟ نعم، إجراءات التدقيق الأمني التي اتخذتها الحكومة وصفتها منظمات حقوقية كثيرة بالظالمة والتمييزية، وهنا عراقيون يستذكرون شرط الكفيل لدخول العاصمة بغداد. نعم، بالتأكيد يعني هذا التدقيق الأمني ليس فقط يعني كما يعني رأينا من مطالبة بكثير من أجل أن يتم إدخال النازحين إلى من يريدون أن يأووهم من أقاربهم في بغداد، بل هناك الكثير الحقيقة حتى الذين استطاعوا أو أرادوا أن يدخلوا
تعرضوا إلى الاختطاف، تعرضوا إلى أبشع أنواع التعذيب، تعرضوا إلى يعني كأنما كانت هذه العملية حتى دخولهم هي اعتقال ولو في ليس في السجون. الكثير الكثير الحقيقة من يعني الأشياء التي ترتبت على التدقيق الأمني، اخفاء العديد من الأبرياء الذين ليس لهم أي ذنب، ترك العوائل بدون أي معيل، ترك النساء، ترك الأطفال، حتى اعتقال الأطفال، تعرض الناجحون أيضا إلى الذين لم يتعرضوا للاعتقال، تعرضوا إلى أبشع أنواع الانتهاكات وأبشع أنواع التعذيب. الكثير حقيقة مما مورس بحق النازحين، والكثير من الشواهد والكثير من الفيديوهات التي وثقت هذه العمليات التي ترتبت على التدقيق الأمني، لاحظنا الاختطاف الجماعي للرجال وكيف يتم عزلهم عن أهاليهم وذويهم ويتم تغييبهم في مناطق في سجون سرية لا نعرف أين مصيرهم، وبعضهم تم اكتشاف مقابر جماعية لهم والبعض الآخر لم يعرف مصيرهم لحد الآن وأين هم. الكثير الحقيقة من المآسي التي ترتبت على هذا. طيب هنا دكتورة يعني بخصوص النازحين، إذا كانت الحكومة فعلا تنوي حل أزمة النازحين، هل هذا يعني وجود بوادر حقيقية من الإطار التنسيقي لسحب ميليشياته من المحافظات المنكوبة بعد انتهاء العمليات العسكرية منذ 5 سنوات؟ لا يمكن أن نعتبر هذا القرار إذا تم تطبيقه، ولو لدينا شكوك كبير أنه يتم تطبيقه، أنه باتجاه سحب الميليشيات من هذه المناطق. هذه الميليشيات أصلا يعني مارست يعني من ابتداء من القصف العشوائي للمناطق إلى احتلال هذه المناطق إلى السيطرة على هذه المناطق إلى الإتاوات التي يتم استحصالها من أهالي هذه المدن، لن نتوقع أن يعني أن تطلق هذه الميليشيات يدها عن هذه المدن وتعود أدراجها وكأن شيئا لم يكن، ويتم يعني إرجاع أهاليها إلى أماكنهم، خاصة وأن لديها أغراض يعني من وراء هذه السيطرة على هذه المدن والقرى، ومنها التغيير الديموغرافي الذي هو يعني أساس يعني وعلى رأس أولويات هذه الميليشيات، إضافة إلى المنافع الاقتصادية التي تجلبها على هذه الميليشيات جراء السيطرة على هذه المدن، وآخرها حتى المكاسب السياسية التي تستحصلها والوصول إلى السلطة الذي كانت هي أقصى طموحات هذه الميليشيات وأولوية لديها من أجل بسط السيطرة بالكامل على العراق. فكيف يمكن لنا أن نتصور أن هذه الميليشيات سوف تترك هذه المناطق وكأن شيئا يعني لا يهمها؟ الحقيقة على العكس من ذلك، سيتم يعني السيطرة على هذه المدن والقرى بقبضة أقوى الآن، بحجة أنهم الآن هم في الحكومة، متواجدون في الحكومة ويريدون مصلحة أبناء هذه المدن. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.